يقول لنا دار في بعض الأحيان يتجمع عنده أصدقاء ثم تحضر الصلاة، ويقول نصلي في البيت ولا داعي للخروج إلى المسجد رغم قربه، ويستدل بالحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل تصح الصلاة لنا في بيته علما أنه مدرس مادة الدين في إحدى المدارس الثانوية لدينا وهو على اطلاع أكثر منا؟ لا يجوز الصلاة في البيت ولو كنتم جماعة، بل عليكم أن تحضروا وأن تجيبوا النداء. إذا سمعتم الأذان فعليكم الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال يا رسول الله ما العذر؟ قال خوف أو مرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ليس معناها أن الإنسان يتركون، أن الناس يتركون المساجد، لو كان هذا هو المقصود لما احتاج إلى بناء المساجد، فقيل الأرض كلها مسجد فلا حاجة إلى بناء المساجد. الذي قال هذا الحديث هو الذي أمر ببناء المساجد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بحضورها، وهو الذي توعد المنافقين الذين يتخلفون عن المساجد بإحراق بيوتهم النار، مع أنهم يحتمل أنهم يقيمون الصلاة في البيوت، يقيمون الجماعة في البيوت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بل هم بإحراقهم في النار، مع أنهم يحتمل أنهم يصلون جماعة في البيوت. الحاصل أنه لا بد من الحضور للمساجد، وهذا الذي قال لكم هذه المقالة مخطئ، ومع الأسف أنه يدرس. فالمدرس قدوة، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون داعية سوء وداعية كسل عن المساجد، بل عليه أن يكون قدوة صالحة وقدوة حسنة، وينتهي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حضوره إلى المسجد. جزاكم الله خيرا.